بدوره قال وزير الخارجية سامح شكري إن نقل أي سفارة إلى القدس سيظل قرارا باطلا ولن يسقط حقوق أبناء الشعب الفلسطيني، مطالبا بإجراء تحقيق دولي أيضا في الانتهاكات التي ارتكبتها قوات الاحتلال ضد الفلسطينيين. إن نقل أي سفارة إلى القدس المحتلة سيظل إجراء باطلا لا محل له في القانون الدولي، لا ينشئ حقوقا قانونية لقوة الاحتلال، ولا يستطيع بطبيعة الحال أن يسقط حق الشعب الفلسطيني الأصيل وغير قابل للتصرف في أراضيه. إن أمام اجتماعنا اليوم ثلاثة مهام عاجلة وملحة. أولا التحرك العاجل مع المجتمع الدولي لوقف ممارسات الاحتلال ضد المتظاهرين العزل والبدء في تحقيق دولي نزيه وشفاف حول واقعة استخدام الرصاص الحي ضد هؤلاء المتظاهرين في الأيام الماضية. ثانيا التأكيد بشكل حاسم على بطلان أي إجراءات ترمي لخلق واقع جديد على الأراضي أو إطفاء الشرعية على وجود الاحتلال في الأراضي المحتلة وفي قلب منها القدس الشرقية عاصمة الدولة الفلسطينية وعدم الاعتراف بهذه الإجراءات أو أي أثار مترتبة عليها. ثالثا إعادة تحريك المفاوضات السياسية المبنية على قرارات الشرعية الدولية ومبدأ الأرض مقابل السلام